جينا للعب الترابيزه وهنشوف الاستاذ ادهم ولا الاستاذه إيلاريا اللي هيعرفوا يدخلوا الكوبايه ويطلعوها من الناحيه الثانيه اسرع. جاهزين؟ جاهزين. هقول ريدي، تبتدوا تنفخوا. يلا ريدي، انفخوا بلالي. ستادي اند جو. إيلاريا ايه؟ إيلاريا ايه؟ تعالي يلا. برافو، ماشي، حلوه قوي. إيلاريا دخلت. يلا يا ادهم، ايوه كده، انفخ يا ابني. برافو يا إيلاريا، دخلت في البلوك الثالثه. إيلاريا برافو، الله. تعالي من هنا، تعالي من هنا، ماشي، تعالي من هنا. انت لسه بتحاول تدخلها في الثانيه وهي قربت تطلعها. اردونا اردونا، الله يا بنتي. تعالي من هنا، تعالى من هنا. خلاص إيلاريا طلعتها، إيلاريا طلعتها وانت لسه بتنفخ يا ادهم. كده اللعبه الاولى لصالح الفريق الاصفر. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه. جينا للعبه الثانيه على الترابيزه وكل واحد جاهز مع سلاحه وهنشوف مين هينشن على اكبر عدد كوبايات ممكن. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا، ريدي ستادي اند جو. اضرب يا ابني، اضرب. برافو. اوه يا يوسف، الله. كوبايتين يا رغد، كوبايتين، ثلاثة أربعة. برافو يا يوسف، برافو يا ابني، الله يا رغد، الله يا بنتي. ارجعي ورا يا رغد، ارجعي ورا، ارجعي ورا. ايوه بقى. لا انتوا بتوروني اللي ما شفتوش. خلصتي كورك؟ ها فاضل لك كده ايه؟ مفيش. لا فاضل لك اهو. خد الاثنين دول مع بعض. انت عمرتي. تعالي يا بنتي، خلاص خلصت لسه. فاضل، خد نشر على الاثنين اللي مع بعض. يلا ها اضرب. ولا جت، معلش. كده الفريق الاصفر بيكسب تاني على لعبه الترابيزه لانهم نشنوا اكبر عدد كوبايات. طبعا ما فاضلش عندها غير كوبايه واحده وانت عندك ثلاثه بس. جريت جوب يا ولد. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه. تالت لعبه ترابيزه، هنشوف بقى مين اللي هيعرف يوقف الازازه وبيعرف يعمل ووتر فليب كويس. اللي هيوقف الازازه الكوره هتروح عنده، هنشوف الكوره هتروح عند مين. جاهزين؟ جاهزين. يلا واحد واحد، ادهم على طول. الله يا ادهم، يلا يا رغد. مفيش رغد، ادهم. مفيش ادهم، مفيش رغد. رغد، رغد ارفعيها سنه. ماشي ارفعيها اكتر، ماشي. الله يا بنتي. برافو يا ادهم. لا لمستيها. يلا يا ادهم. الله يا رغد. رغد، ادهم، رغد، ادهم، رغد. برافو. برافو يا ابني، فاضل لك زلطه وتطلع بره. الله يا ادهم، الله. اخيرا الفريق الاحمر بيفوز ويضرب. برافو يا دودو، برافو يا رغد. تعالوا نشوف بقى اخر لعبه مين هيكسب فيها، يا ترى الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر؟ تيجوا نشوف. اخر لعبه ترابيزه معانا، هنشوف بقى مين من الفريقين اللي هيعرف يكون اسرع البازل بتاعتنا. كل واحد متشال من عنده نفس العدد بالظبط من القطع، تقريبا 14 قطعه. هقول ريدي ستادي اند جو. عندكم كل واحد الرسمه قدامه اهي، تقدروا تساعدوا بعض بيها. هل الفريق الاحمر ولا؟ برافو يا ابني. ادهم ويوسف. لا. وإيلاريا ورغد. تيم ورك، تيم ورك. يلا برافو. صح. برافو. بصوا على الصورة عشان تساعدكم. أنا هلوص. برافو يا ابني. يا ترى ادهم ويوسف ولا إيلاريا ورغد هيكسبوا؟ لا مش شكل. برافو يا رغد، برافو يا إيلاريا، برافو يا يوسف. لقيتها الحمد لله، الحمد لله. برافو يا ادهم. خلصنا.
بجد؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، الفريق الاصفر يضرب من جديد. شطاره حلاوه طعام لذيذه بكده، يبقى 3-1 لصالح الفريق الاصفر. وبكده برضو يبقى خلصنا العابنا النهارده والجزء الاول من العابنا. انتوا انبسطتوا النهارده؟ تيجوا نكمل بكره؟ ماشي ماشي، ما تروحوش في اي حته بكره، وهنكمل الجزء الثاني بكره. بس دلوقتي قولوا لهم باي.